السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. الحمد لله من الواضح جدا ان الحلقات دي عجبتكم جدا، الحلقات اللي احنا بنعرض فيها كلاب الناس بطريقة جميلة وبطريقة سهلة وبطريقة بسيطة، بنسهل للبائع وبنسهل للمشتري في طريقة البيع. طبعا ده بناء ان اللي حابب يبيع حاجته بيبعت لنا مقطع فيديو على اليوتيوب واحنا او على الواتس، واحنا بناخد مقطع الفيديو ده نتكلم عنه وندردش عنه، وكمان بنتكلم عن الاسعار والحاجات دي كلها وبنفيد المشتري في الحاله دي. الكلب اللي معانا النهارده اللي احنا شايفينه ده كلب بيتبول، طبعا واضح ان هو جرو صغير لسه. في ناس كتير نفسها تشتري كلاب بيتبول يا جماعه، وناس كتير بتكلم المزرعه هنا على تليفون المزرعه على كلاب بيتبول، بس للاسف احنا مش متوفر عندنا دلوقتي. الكلب اللي قدامنا ده عمر 60 يوم، صاحبه عرضه للبيع وبيبيعه، بعت لنا بياناته وبعت لنا رقم تليفونه والحاجات دي كلها، وده اللي احنا هنقوله في الفيديو النهارده. الكلب بسم الله ما شاء الله الوانات غامقه، صدر ابيض. طبعا الكلب طبعا محتاج اهتمام شويه، محتاج ان هو ياكل شويه يتظبط، الحاجات دي كلها لكل محبي الكلاب البيتبول. واضح ان الكلب ممكن يكون برندل، لو هو لو قربت للفيديو شويه هتلاقي ان الكلب ممكن يكون برندل حاجه زي كده. طبعا الكلب ده سعره فوق الخيال، يعني محدش يتوقع سعره ايه، سعره 1000 جنيه. اكيد ان في تفاوض بعد السعر ده، يعني صاحب الكلب بعت لنا على الواتس وبيقول ان كلب لعبي وكلب شرس، ولما حد بيعكسه بيبدا يشتغل، يعني معنى كده ان الكلب عنده قابليه للتدريب، فاهم، يقدر يحمي مكانه، الحاجات دي كلها. ما تنساش 60 يوم ده يعني معناها لسه جرو صغير خالص. واضح مواصفات الكلب، واضح ان الكلب في حاله صحيه كويسه، وواضح ان هو كلب منتبه لكل اللي حواليه. الكلب طبعا عمره 60 يوم يا جماعه وسعره عامل 1000 جنيه. اي حد حابب يتابع مع صاحب الكلب ده هيتابع على رقم 0128787729. نقول الرقم تاني، ده رقم صاحب الكلب ده، شخصيه محترمه طبعا، هتتكلم معاه في التليفون، ممكن تتفاوض، ممكن كده ممكن كده. هو الراجل بيقول السعر 1000 جنيه وممكن يكون في تفاوض طبعا معاه. 0128787729 ده رقم صاحب الكلب البيتبول ده يا جماعه، اللي حابب يتابع معاه هيتابع معاه عن طريق الفون. يا رب تكون بالحلقات دي بنخدمكم، ويا رب يكون بالحلقات دي بنوصل لكم الرساله بطريقه كويسه. اللي احنا بنعمله ده يا جماعه بدون اي اجر مادي، بدون اي مقابل مادي، يعني ما بناخدش اي حاجه من حد. الفكره كلها ان احنا بنساعد البايع وبنساعد المشتري، ومع العلم لا نعرف مين اللي بيبيع ولا نعرف مين اللي هيشتري، بس الفكره ان احنا بنساعد الطرفين علشان ما فيش حد ينضحك عليه. تحياتي ليكم يا جماعه، وتحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا وعلى قناتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا، واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.